ايه نزلت تحت تمشيت شفت السياره ذيك اوف كيف شكلها امانه 18 مليون كم كانها فنيله كانها ايش كانها فنيله فنيله اي والله العظيم بيضة كلش ابيض إيه؟ كانها ملابس داخليه كلها صغيره بعد كانت ناطله فنيله كذا وطلعت على شكل سياره ايه 18 مليون ومدري كم قال لا اله الا الله 18 مليون وتخيل مرتبتين ما ركبت الا مرتبتين بس ما شاء الله تبارك الله كانها فنيله اي والله العظيم كانها فنيله الجارح زعلان ليه كيف زعلان تفتح جوله تفتح جوله يا مسلمه انا مجوز يا شيخ لا تلعن جوله العالم ترسل لي يلا ها ادخل جوله قضينا ايوه تقول لي ايه تقول لي طيب وغير الفنيله وش شفت فيها رحت على ام الحاله رحت حق شو اسمه إيه حق انا ملاحظه عليك اتلعن كثير هالفتره رحت حق شو اسمه حق ذاك شو اسمه الدخان شو اسمه ذاك حق اللي يتكلمون والله السلام عليكم اي طيب بعدين يجيك ألعن أم المكان كل اللي فيه زي قار ألعن اللي فيه كله محلوق متنازلة حتى أول ما دخلت عليهم ما عرفوني إن أنا سعود القحطاني أصلا والله طلت خبر شخصياتهم غير عن شخصياتنا شخصياتنا شلون هولي إيه كذا يسولفون أقسم بالله حتى الحريم هناك كذا أشكالهم إيه طيب ما يتكلمون كلامهم غريب انا بغيت بس اصور مقطع تيك توك واطلع بس ما لا خلاص كنت بسألك عن شيء بس هو انت ايه